تنظم لفعاليه مهرجان يوم الفن الثاني اللي هو برعايه دوله عطوفه الاستاذ الدكتور مروان مولى، وتم مشاركه مجموعه كبيره من النقاد والفنانين واساتذه الجامعه في مجموعه كبيره من كليات العماره والفنون في الاردن، وايضا كان لنا مساهمه في فعاليات طلاب عراقيين مع طلاب اردنيين في طلاب كليه العماره والتصميم. والمنظم مثل ما تعرف انت حضرتك انه بايدي عراقيه، ومعظم الفنانين اللي شاركوا معنا هم تلاميذ كليه الفنون الجميله في العراق رغم انه هم اردنيين، فالنا الفخر طبعا. كفكره المعرض كله فكره كثير حلوه، بشجع كثير الناس وبفهم اكثر شو هو الفن وشو وين وصل الفن بالاردن خصوصا، وقد ايه صار مستواه متطور متقدم وثقافه الناس للفن كبرت وتوسعت. هلا بجامعة البتراء في كتير طلاب، انت عم تحكي من جنسيات تانية، في من الأردنية أكيد، في عراقية، في سورية، في من الكويت. بصراحة الطلاب العراقيين بشكل خاص في عندهم بتحس لمسة مميزة، يمكن بجيناتهم العراقية موجودة هاي البصمة بالرسمات تبعونهم، بتحس حتى الحس الفني موجود. نحن يمكن عم بحاول أنا نعطيهم هالبوش بس لا يعرف كل واحد شو هي قدراته ووين بيقدر. في كتير طلاب بيجوا عنا سنة أولى تانية مفكر حاله بس بعرف أرسم إشي بسيط أو هون الليمتس تبعوني، بس مع البوش والتدريس بيوصلوا لليمتس كتير أبعد، بتتفتح حينهم، بصفي عندهم نظرة للفن أوسع. وعن جد الفن العراقي زي ما قلت بالأول موجود بالجينات، موجود بجينات كل طالب، بتحس التاتش تبعته غير. طبعا دأبت جامعة البتراء أن تقيم مثل هكذا نشاطات، خاصة يوم الفن وفي نشاطات أخرى أيضا. أما فيما يتعلق في هذا المعرض، هو حقيقة يتكون من جزئين، الجزء الأول استضافة بعض الفنانين الشباب لعرض أعمالهم من خزف ونحت ورسم، أعتقد ثلاثة كانوا وهم من جامعة الأردنية موظفين ولكن فنانين بنفس الوقت، بالإضافة إلى أعمال الطلبة اللي تراوحت مشاركاتهم بأعداد مختلفة وحسب مستوياتهم اللي قدموها للمعرض. كل فنان بتشوف ليه شخصية خاصة بيها بتبقى هي طاغية على الأعمال بتاعته، وأكيد بنلاحظها من مجموعة الألوان باليت المستخدمة والتكنيك اللي بيستخدمه من خلال تحويل المناظر وتجريدها وفي والرسم المجرد جوه الشخصيات. وكمان المرة دي في إضافة لأعمال الطلاب، يعني ودي أول مرة يتعمل فيها إن يبقى في الطلاب تكون مشاركة ضمن مع فنانين كبار زي الموجودين. الحقيقة دي بيديهم ثقة في نفسهم أكتر وفي المستقبل يكون عندهم تجربة سابقة بالحجم ده. من العاصمة الأردنية عمان، غسان عدنان، قناة الرشيد الفضائية.